سمحت ممكن مين نخلص غير جدا. طب عفوا انا حاجة لحضرتك يا سيادة الفريق بس بعد اذنك علشان الدور عند الاستاذ سعيد عفيفي من امريكا. استاذ سعيد اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله، تحياتي لك استاذ احمد والمشاهدين الكرام والمستمعين على الكلاب هاوس. استاذ سعيد حضرتك محامي مصري مقيم في امريكا، ايه اللي عندكم ممكن ناخده لمصر قبل ما ناخد التميز والسجون الجميله زي ما قال النظام كده انه عايز يجيب لنا سجون من امريكا او سجون على الطراز الامريكاني؟ اولا انا ما عنديش مشكله ان هو يعمل لي سجون على الطراز الامريكي، بل ولكن هل هذا الرجل يعلم لمن تتبع السجون الامريكيه؟ هل تتبع لوزاره الداخليه ام لوزاره العدل؟ هذا نمره واحد. نمره اثنين، ما هي حقوق المسجون داخل السجون الامريكيه؟ هل يعلم هذا الامر ولا هو بيعمل له زنزانه والحاجات دي كلها؟ على فكره انا ادي لحضرتك مواصفات السجون الامريكيه لان انا دخلت قضيت 72 ساعه هناك لانه كنت رفعت صوتي على القاضي. بس يعني مش عشان جريمه كبيره ولا اي حاجه، ولكن دخلت هناك وحقيقه انا انبهرت جدا. نمره واحد، الزنزانه لا يزيد عدد الافراد اللي موجود فيها عن 8، وكل واحد له كومودينو وسرير ودولاب، والدولاب بمفتاح والمفتاح بارقام، وكل 8 من دولت عندهم حمام ودش، حمام ودش. المسجون يجب ان هو يبقى لا يبقى داخل الزنزانه اثناء النهار اكتر من ساعه العد، وبعد كده بيطلع ياكل ويشرب. بالليل بيتقفل عليه من الساعه 9 مساء ب6 صباحا. موجود التلفزيونات، موجود المكتبه للدي في دي، دي في ديهات مسموح لك بيها هناك، ومكتبة ورقية. وأنا لما رحت في المكتبة الورقية يعني أنا بقول أنا كنت منبهر لأني لقيت سيكشن مكتوب عليه سيكشن بتاع المسلمين. رحت لقيت في واحد مسلم هناك قال لي أنت عاوز أي كتاب عن الإسلام، هل أنت مسلم ولا لا؟ لما كلمته عرف أن لكنتي عربي، قال لي أوه ده أنت تفهم أكتر مني. فبالتالي هل حقوق السجناء مقتصرة أن أنت تبني لهم مبنى وتحط عليهم سجان يطلع عين أبو اللي خلفوهم ليل ونهار وهو تبع الداخلية لأنه بي 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 يعني أستاذ سعيد أفهم أن أنت مش بتتكلم عن فلسفة بناء المبنى، أنت بتتكلم عن أسلوب التعامل. السجن في أمريكا مش بس مبنى، هو أسلوب تعامل وفلسفة فيها إنسانية وفيها مراعاة لأدمية البشر، ده اللي أنا فاهمه من كلامك صحيح؟ نعم نعم نعم، بالإضافة إلى أن السجون دولت ما فيهاش ضابط وما فيهاش أي حاجة، ده كلهم ضباط. يعني هم واخدين لفظ أوفيسر، أوفيسر يعني رجل مكتبي. هذا المكتبي لابد أن هو يكون حاصل على شهادة في علم النفس، إزاي يتعامل مع الناس. مش جايبين ناس مجرمين عشان يضربوا الناس في السجون أو يعذبوهم، وحتى بما فيها التعذيب هناك انا طبعا ما دخلتش لا تعذيب ولا اي حاجه، ولكن سالت عليه لان انت عارف اي انسان قانوني لازم، وخصوصا حاجه غريبه عليه لابد ان اسال عليها. التعذيب هناك بيحط 2 في الغرفه الواحده وبيعمل حاجز فيما بينهم زي سلك شايك كده، حتى مش سلك شايك انا ما شفتهوش، ولكن يقال ان هو سلك شايك مبطن ببلاستيك وبيخلوهم يتكلموا مع بعض. يعني ده التكدير عندكم في السجن الامريكي؟ مفيش بقى الافلام بتاعت ستيفن سيجال والحاجات دي واللي احنا بنشوفه وبيضربوا بعض وبيراهنوا على بعض والكلام ده؟ لا يا استاذ احمد، وبالاضافه الى ذلك ان انت عندك 5 دقائق كل اسبوع تقدر تستعمل التليفون فيهم لو ما عندكش فلوس، ولو ما عندكش انا عايز اقول بصراحه ان اللي بيعملوا كده واللي عندهم النظام ده في الوطن العربي فعلا هي الامارات. ده موجود في سجون الامارات. انا سعيد بوجود حضرتك استاذ سعيد، خليك معانا وهرجع لحضرتك مره ثانيه. جمله اخيره الله يبارك فيك. اتفضل. كل يوم 3 أو 4 بيحددوا يوم معين يجي فيه موظف خاص بحل المشاكل. لو انت عندك مشاكل خارجيه
مثلا اولادك حصل معاهم كذا 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 كذا، انت محتاج محامي او محتاج حد يساعدهم او اي حاجه بتديها لهذا الموظف، وهذا الموظف بيطلع بره هو يحل لك مشاكل اسرتك اللي بره كمان. شكرا يا استاذ احمد. شكرا استاذ سعيد، بشكر حضرتك جدا على مرورك الكريم.